دراسة المشاركات. احنا لدينا يعني اتفقنا الوزراء المياه على مجموعة من السيناريوهات في حالة رفض احد المكاتب يعني. كنا رفضنا لا يعني خلينا نقول نتفائل يعني ايه بلاش ننظر للموضوع الاول. طب خلينا يعني يعني ايه لو في حالة مثلا مكتب اعتذر طب من الذي ياتي مكانه؟ احنا وضعنا مجموعة. ممكن نعرف اسمائهم يا فندم؟ هو مكتب هولندي والاخر فرنسي هم الذين حصلوا على اعلى النقاط هم الذين وجدنا فيهم ان هم مميزين في الدراسات المائيه والبيئيه والاقتصاديه وبالتالي هم معروفين يعني واحد فرنسي واحد هولندي يعني. طب ممكن نعرف من حضرتك نصيب رجال الاعمال من التعديات على نهر النيل؟ الحقيقه يعني انا مش حاضرني التصنيف يعني هم الدرج العمال يبقى كام والصغير كام والمتوسط كام. طب يعني نسبتها كلها ارقام يعني انا ما بفرقش يعني ده صغير او كبير. طب في مشاهير اسماء مش ممكن نعرفها؟ اي نسيج مجتمع فيه الكبير والصغير يعني الدوله مش هتستطيع انها توفي كل الكلام ده كله واحنا نفكر فنحط ايدينا على محافظه دول هناخد بقى على كل بير امبيرين في كل مركز نعمل له وصال شبكه رايه وعامل اجتماع مع الناس وانا اللي هدفع فلوس انا كوزاره رايه هدفع فلوس كان ليه ختام الفدان البير كان 100 فدان الفدان ب 70 ب 7 3 ب 10 3 جنيه انا هدفع 100000 ويا عم هعملها لك شبكه رايه متطوره والناس جاهزه مستعده وهقسط لك على 10 سنين كل سنة ادفع رقم معين الناس هتحسبوها انا اللي هكسب كل ده لان الله هيغير يلاقي ان الراجل ده شغال في البير بتاعه موظف رايح يستغلته نتيجة حلوة في محصول مش هيزرع نصف هيزرع حاجات هيبدا يزرع عصير استحمل هذا الكلام ونموذج كويس العالم كله بتزرع ميه في طهر ويبدا اتباع المهير ويدخل بعد كده ساعتها انا داخل مشروع قومي بقى اجيب قرض من البنك الدولي اجيب قرض من حته واعمل اخدت الوادي الجديد كناموسه وكل يترقب يعني محافظ اتمنى ان التجربه دي تنجح ان شاء الله عندنا اجتماع النهارده بعد الظهر في دفع هذا الموقف. نيجي نتكلم عن محافظه تعتمد على مياه النيل هو هنا التحدي توقعت الاختيار على محافظه الايه البحيره يبدا هيعمل حاجه بايلوت اريا برضه هتحطها في محافظه عندنا روابط قالت احنا يا جماعه مستعدين في مثلا زمام طلعت مصر بيزرع رز مخالف وان كل ده ري حديث وكله بيزرع مخالف فالميه عامله مشكله ما بتوصلش وتستهلك في جهات او روابط قالت احنا مستعدين ندخل معاكم لعبه يتحولونا من الرمل لري بالحديث بس يساعدونا في البدايه قلت له انا موافق 5000 فدان المستعد هنبدا بيهم ان شاء الله وموجودين الناس هعمل 5 انا هعملهم واصلا يا عم اصلا مفيش مشكله انا المستفيد في الاخر يبقى هناخد نموذج لتجربه رياديه في محافظه البحيره 5000 فدان احولهم انا على حسابنا الى راي الحديث يبقى الكلام اللي كنا بنعرفه من الكتب والمقالات تحويل راي من الى عاوزين نحط اللي قلب امر حولوا والناس لما بتشوف التجربه دي هتبدا تشجع طب انا عايز ادخل معاك ماشي مفيش مانع هجيب مقابل وادخل معاك فان شاء الله برضه في اجتماع النهارده هنمسك المحافظتين دول الوادي الجديد والبحيره وهنعملها زي حمله برضه اللي هو فعليه لتحويل المي المقابل لمي حديث من غير مشروع تطوير المي حضرتكم عارفينه ده حاجه ثانيه انا بتكلم على نظم المناطق الوطنيه اللي احنا كلنا نفسنا هتريح المصارف وهتريح المكن وهتريح محطات رفع كل ده هيستريح لو انا عملت